في عدة مجالات نظرا للتطور التكنولوجي والعلمي. وشهدت الندوة التي حضرها أساتذة مختصون وعدد من طلبة جامعة كركوك مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بموضوع الندوة، حيث أشاد المشاركون بجهود جامعة كركوك لإقامة مثل هذه الندوات لأهميتها في الحياة العملية. يشار خالد حضر هذه الندوة وأوفانا بالتفاصيل التالية. بهدف الاستفادة من الدراسات الحديثة التي دخلت في مجالات عدة بعد التطور التكنولوجي والعلمي، أقامت كلية التربية للعلوم الإنسانية قسم الجغرافيا في جامعة كركوك ندوة عن دور نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في تنمية بيئة محافظة كركوك. حضرها عدد من طلبة الجامعة ومعنيون بشأن تنمية المحافظة، وطرح عدد من أساتذة الجامعة بحوثهم حول موضوع الندوة ونوقشت من قبل الحاضرين. تقييم كلية التربية قسم الجغرافيا ندوة عن البعد. الغاية من هذه الندوة هي علم دخل حديثا إلى كلية التربية قسم الجغرافيا. الغاية من هذه الدراسة هي عن البعد. طبعا البعد تاخذ من يعني من الفضاء الخارجي، المسطحات، جبال او سهول او الهضاب، وكذلك في تخطيط المدن، وايضا مجرى المياه، المستويات المجرى المياه، وكذلك تستفاد من هذه الدراسه يعني نقدر نقول جميع الوزارات. التقنيات الحديثة المستعملة في الجغرافيا لا ريب فيه أنكم تعرفون خلال العقدين الأخيرين حصلت اكتشافات كبيرة في مجال الجغرافيا، وأصبحت الجغرافيا لا تدرس فقط حركة دراسة الجبال والأنهار والسهول والطقس وما شابه ذلك والمناخ، وإنما هنالك تقنيات حديثة تستعمل في كافة مجالات الحياة، مثلا على سبيل المثال في مجال الطيران، في مجال البنية التحتية، في مجال تخطيط المدن، في مجال الزراعة. في تمحورت هذه الندوة بثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول دور نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في تنمية الزراعة والغابات. أما المحور الثاني فتمحورت حول دور نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في تنمية البيئة الحضرية. أما المحور الثالث دور نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في تنمية موارد الثروة الطبيعية. إن الهدف الأساسي من هذه الندوة هو تحقيق مدى التعاون ما بين مؤسسات التعليم العالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودوائر المحافظة، وخاصة بين جامعة كركوك ودوائر المحافظة ذات العلاقة. المشاركون في الندوة من جانبهم أشادوا بالجهود المبذولة من قبل جامعة كركوك لإقامة هكذا ندوات، لما لها من أهمية في وضع حلول مناسبة لجميع المعوقات التي تعترض عمل الدوائر وخاصة الزراعية منها. هذه المؤتمر ضرورية جدا لشباب كركوك، خاصة طلبة الجامعة والكليات. الشباب اليوم خاصة طلبة الجامعة والكليات يعتبرون أعضاء برلمان الجيل القادم، مدراء الدوائر البلدية، أعضاء كركوك المستقبل. المفروض توعيتهم بمدى اهتمامهم بالمحافظة. هكذا ندوات تعتبر من الندوات المهمة اللي تساهم في وضع الخطط المستقبلية لما يتم صرفه أو البقاء من المخزونات. يعني حسب ما تم تناوله في الندوة تضع مثل ما تقول قاعدة معلومات أساسية لمحافظة كركوك من كافة القطاعات. نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد دراسة حديثة ولجت عالم التكنولوجيا، الهدف منها المساهمة في رفع مستوى التنمية في جميع القطاعات والدوائر. يشعر خالد، فضائية كركوك. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لكن قبل الختام كالعادة عودة للتذكير بأبرز عن